ابو اميره، كيف شفت الملعب؟ والله يا ابو جود، صراحه وانا اتفرج الملعب على طول جاء في بالي انه الشرق الاوسط عاده يقلدوا الملاعب اللي في الغرب. شفنا ملعب بايرن ميونخ، ملعب كذا، نوكام، ما الى ذلك، ونسوي زيه. الان الملعب هذا وانا اتفرج في التلفزيون اتذكرت فيلم جومنجي، ما ادري اللي يعرف فيلم جومنجي اللي دخلوا اللعبه. تخيلت نفسي داخل الملعب وانا اتفرج، تخيلت اني بفكره جديده، يعني كونسيبت جديد، العالم سوف يقلد هذا الملعب. واتذكروا كلامي، هذا شوف، في عصر الابداع لا مكان الا للمبدعين. تركيا آل الشيخ احد هؤلاء في هذا العالم وليس في الشرق الاوسط. الملعب هذا سوف يقلده الغرب. اليوم اللي شفناه شيء جديد، مفهوم جديد في عالم الملاعب بكل امانه، بدون اي مجامله، ما نجامل انفسنا حقيقه. لهذا نفخر احنا كسعوديين انه الغرب سوف يقلدنا، خاصه في الملاعب التي كنا نقلدهم فيها. الفكره ايضا الابداعيه في الملعب، لو تلاحظ كانك في مباراه بلاي ستيشن، كانك في شيء من جد، ترى شيء غريب، شيء مختلف تماما تماما عن اي مباراه تشوفها. انا حضرت هذا الملعب بوجود من برا، الله يجزاه خير ابو حنين وداني الاسبوع الماضي، رحنا على البوليفارد وورد، معدي من جنبه قال لي هذا الكينج ارينا، طالعت كذا تمزح، قلت له، قال لي والله هذا، قلت هذا ملعب كره قدم، تفرج من برا كانك وشاهد ابو حنين، كانك تفرج يعني قاعه ملعب سله في امريكا، قاعه مؤتمرات، شيء مختلف حتى من برا، المدخل غير، الفكره كلها غير. وهذا تركي آل الشيخ، وانت عشت يا وجود مع ابو ناصر، واحنا عشنا ابو ناصر، اللي عاش مع ابو ناصر يعرف هذا الرجل من الاخر، كل شيء من الاخر. لا انسى 2018 نهائي كاس الملك الله يحفظه الملك سلمان، فكره اغنيه حدثينا محمد عبده بين الشوطين بالعود، الفكره مين يفكر وبالعود؟ تذكر كيف التاثر اللي كان في تلك المباراه، جوي اوارد قبل ايام، الافكار اللي فيها، اي مشروع وراء تركي آل الشيخ انتظر مفاجاه، انتظر ابداع، انتظر فكره جديده. هنيئا للهلال صراحه، هذا الملعب ابداع ما بعده ابداع، يستحق النادي الكبير نادي الهلال مثل هذا الملعب، وتستحق المملكه ان يكون لديها هذا الملعب، وتستحق المملكه ان يكون لديها رجال مثل تركي آل الشيخ.